الو ألو، الو، مساء الخير. مساء النور، من ويانا؟ دانا من الديوانية. اهلا وسهلا بيج دانا، شلونك؟ الحمد لله تمام. انتم شلونكم؟ اهلا وسهلا بيج، احنا من سمعنا صوتك وطلعتي علينا اليوم كلش زينين صرنا. دانا، تعرفتي محور حلقتنا اليوم؟ عرفته. زين، احكي لنا انه شنو اللي مر بي انتي بحياتك كأصدقاء مصلحة، او صار بحياتك او واجهتي هيك اصدقاء او شفتي هيك شيء، وشلون تصرفتي وياهم؟ اي طبعا، اي شخص يعني يواجه ناس مصلحتية بحياته. زين، شلون تصرفين يوم، او شلون حتعرفين هذا صديق مصلحة؟ شلون ممكن تكتشفين هذا الصديق صديق مصلحة؟ اول شيء كبداية يعني وياه اعرفه، يعني احكي وياه شوية شوية واعرفه هو شنو وشنو تصرفاته، ومن عرفة بأنه هذا الشخص شخص مصلحتي، أني راح أبتعد من عنده شوية شوية. زين، انتي ايش قد عمرك؟ 19. 19 سنة. تبتعدين من عنده شوية شوية، او تبتعدين من عنده مباشرة، او تحاولين انه ما تكونين فرص له او يستغلك بمصالحه؟ انا اشوف لا، انه أول هيك شيء أبتعد من علاقة، بس عنده اشوفه. شوية شوية وأقلل من اهتمامي إله. بعدين إذا شفته يعني حسن اهتمامه تجاهي، أني بذيك اللحظة يعني أرجع له. زين دانا، إذا شفتي قل اهتمامه، أنت بعدين ترجعي لصديق المصلحة، ممكن تكون صديقة أو صديق، يعني مو اللي يكون شخص معين ما. زين، أنت منو الحب مالك؟ أنت كاتبة على يعني التليجرام شنو على المعرف مالك فتشي بابا الحب؟ طب بابا يعني الحب. تحياتنا لبابا، وربي يحفظ لك إياه يا رب. يا رب. آمين. آمين يا ربي. إن شاء الله نتمنى أنه يبتعدون عنك كل أصدقاء المصلحة والأصدقاء الاستغلاليين. نورتينا، ونتمنى دائما نسمع صوتك نورت حياتي. حبيبتي.